احنا عندنا هنا مصر بلدنا بلد جميله واحنا عندنا هنا اماكن سياحيه كتير، والمفروض ان احنا اصلا بنسافر مثلا اماكن كويسه زي شرم الشيخ او الغردقه. الواحد بيروج السياحه وبينشط الاماكن السياحيه عندنا، وبيعمل جذب للاستثمار وجذب للسياحه ويشجع الاجانب. وتشوف بلدنا طبعا الاقصر واسوان في الصعيد والغردقه واسكندريه طبعا عروس البحر الاحمر المتوسط. في ظل الوضع الحالي انا اتمنى اي واحد عايز يسافر سياحه يخلينا جوه بلدنا محتاجه كل قرش وكل حاجه نتعامل فيها.